خلال السنة الماضية ودعنا 2 مليون شخص حول العالم بسبب جائحة كورونا، وضمن هاي الفئة فئة الأطباء والممرضين يلي ودعناهم، وهم كانوا فعلياً هم خط الدفاع الأول في مواجهة هذا الفيروس. وير فايس هو جهاز بيلبس معدات الحماية للأطباء والممرضين ل30 ثانية. المرحلة الأولى راح تكون فيها الشوز والكفر شوز والأفر هول موضوعين في أسفل الجهاز. هاي العلاقة السحرية لما تكون بالأسفل راح تكون ماسكة هيك الأفر هول، ولما تطلع وتوصل لمرحلة الأكتاف راح تفلت، وبالتالي هيك إحنا لبسناك الأفر هول. راح تنزل الهلمت من الأعلى إلى الأسفل حتى تلبس هاي الهلمت كاملة. وانت واقف جوا الجهاز راح تلاقي في مكانين تحط فيهم ايديك. هاي دون جلوفز ماشين بتساعدك انك تلبس الجلوفز باسرع وقت ممكن. هيك بتكون انت لابس ومعقم ل30 ثانيه. اوكي، انا بدي اقول لك من هلا الموضوع بيهمني جدا 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 بهالايام خاصه دكتور بس فؤاد هاي بعدي محتفظ فيها كانت كسؤال يس فبعدي محتفظ فيها وبظن كل مره اتذكر قديش رايح. اخي تحيه لك. شكرا لك. شكرا. وين تطبيقاته ولاي امراض؟ يا ابن اقنع يا من اقول لك كفي مطرح تاني. تمام، الفئه تبعتي هي الممرضين والدكاتره يلي بيشتغلوا في الاي سي يو والايزوليشن روم في المستشفيات. تستهدف اي حالات مرضيه؟ مرضى مصابين كورونا والمرضى اللي مناعتهم ضعيفه، مرضى السرطان تمام اللي بحاجه لمناعه تمام، ومرضى إيبولا. هذول الثلاث شغلات الرئيسية. في أكيد في تفريع. هلأ بدك تسمع صوتنا دكتور وليد بعد اللي سمعته. فعلاً الناس هذول بدهم حاجة زي اللي أنت بتعرضها. أنا حابب أشوف الملف تبعك وبعطيك صوتي يس. وعندك صوتي للمرحلة الثانية، تفضل. ألف مبروك. شكراً كثير، يعطيك العافية.